السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني وين نتكلموا على كريستيانو، يعني وين شاهدنا ردة فعل كريستيانو بعدما طار الناصري ليهز شباك البرتغال. هذه باش يكون على بالك خويا، يعني وين الناصري حطم رقم قياسي. راك تشوف يا جماعة، والله العظيم أبنوني وأكراني فرحان المغرب، بصح والله راني محروق في قلبي. كوزوج منتخبات عربية راهم في النهائي، نصف النهائي ماشي مليحة، واحدة ملاقية مليا كرواتيا وواحدة ملاقية فرنسا. ياه إلا حنا ملاقيين فرنسا ولا المغرب ملاقية كرواتيا ماشي خير؟ ياه عاود يوم ما تغيظكمش، ربي يقولوا لي ما تغيظكمش، والله لا محروق في قلبي، غير ربي اللي راه داري. فرحان مع المغرب، مزيان كاين المغرب بنادم راه عايش نشوة هذه كأس العالم على بالك، وما كانش المغرب أنا كأس العالم، 2000 على بالك 2014 كي خرجت الجزائر صايك، 2018 كي خرجوا العرب وخرجوا ليزافريكا صايك ما كانش هي. صحيح والله ما نتفرج، نخدم ما نتفرج، تفرجني تتفرج دومي فينال ولا فينال، هذا ما كان، والله ما نتفرج حاجه واحده اخرى. بصح كي كاين المغرب رانا عايشين نشوه، كاين لي شغل يعني بلد عربي رانا معاه. هيا تخيلوا لو كان ناس خدمت باتقان هنايا، خدموا باتقان، هذا المدرب كو خدم باتقان وسمع الهضره كيما ضروك راه يروح راهم يحوسوا كيفاش يجيبوا له اللعابه. وسمع نهار الاول الهضره كنا نقولوا له يا ودي ضخ دماء جديده، يا سي جمال يا سي يا ضخ دماء جديده، لازم لك ضخ دماء جديده. شا قال لك خرجونا هضره، قال لك هذو اعداء المدرب يا ودي، اللي عدو اللي عدو مدرب الان عدو هذا المدرب، نقولوا جيب لعابه جدد. انتوما اعداء اللي سكتوا، ما كاش واحد اللي كان يقول له جيب جوال ولا جيب، كنتوا تقولوا لنا خط احمر وما كاش اللي يهدر. واو لله اليوم قال لكم يا هاو عوار راه جاي، هاو راخر راه جاي، هاو خمسه جايين، عشره راهم جايين، هم جايبين 100. هذه كاع روطار، هذو صوالح كاع بعد فوات الاوان، هذو كاع صوالح اللي راكم تسمعوا فيهم دروك بعد فوات الاوان. الرجاله يتحطم في الرقم القياسي، ارقام قياسيه، بنادم طلع 2 مترات و78 سنتيم، حسبوها له. يعني شاهدنا رده فعل كريستيانو بعد الصعود، الطيرة تاع 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 الطيرة تاع راحو كيسموه يا ربي الناصيري، شو كيفاش انت عايزك تطلع غير تاع كريستيانو، طلعها الناصيري كسرت على الزرع قاصته في السما، كسرت على الزرع هذيك، هذه يا خويا. وين بلغ المنتخب المغربي دور النصف النهائي لمونديال قطر بتغلبه على البرتغال بهدف لصفر يوم السبت ليصبح اول بلد عربي وافريقي، يعني وثالث يعني بلد من القارة من خارج القارة الأوروبية وأمريكا اللاتينية، يعني من الأمريكان من 1930 وزيت كومباني كوريا الجنوبية وقيل المهم كوريا. دومي فينال 2002 والمغرب 2022، شو كيفاش؟ يعني أول بلد عربي وإفريقي وثالث بلد خارج يعني قارة أوروبا وأمريكا اللاتينية، هذه هي. يعني وين بلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم وعلى الملعب يعني في الدوحة، سجل يوسف الناصري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، يعني بعدما حلق عاليا كالطائر كالنصر ليسبق الحارس البرتغالي ويسدد الكرة برأسية في شباك البرتغال. وكان النجم البرتغالي كريستيانو يتواجد على مقعد البدلاء ورصدت الكاميرات ردة فعله لحظة تسجيل المنتخب المغربي لهدف الأول، وبدا واضح على وجه كريستيانو الحسرة والضيق
وظهرت عليه علامة الغضب وهو جالس على مقعد البدلاء، نقولوا باللي وين سوف يلعب المنتخب المغربي في النصف النهائي مع فرنسا، يعني يوم الأربعاء، والتي يعني وين نقولوا باللي كانت مباراة هي لا ولا تسوى رأي. طلعي جدك بالوقت وكل شيء، غادي نجاوبكم بالوقت وكل شيء. أيوا طلعي، أيوا ها الوقت 42 دقيقة و39 ثانية. شو غادي ندير لكم صاحبه صح؟ أنا والله ما همني كريستيانو كيما صاحبه، شاتو النظرة تاع صاحبه، شاتو النظرة تاع صاحبه، خلعه خلعه، هاك النظرة تاع صاحبه هاك، شو النظرة تاع صاحبه كي دايرة؟ كيفاش دايرين أبويا؟ ناس كيفاش دايرين، ناس كيفاش خدمت، ناس خدمت أبوي، ها خدمة كلش خدمة، يعني ما غاديش ما جاتش، قالك كرواتيا زهر، قالك بلا بلجيك راهي عاية، قالك كندا مشي إيكيب، قالك إسبانيا غلطة تاع أريكي، قالك بورتيغال بانيك ها صحيح، الأولى قالك مع كرواتيا 0-0 زهر. ربحوا لا بلجيك، قال لك يا ودي لا تشك لا بلجيك، قال لك لا بلجيك راهم كبار ولا صاحب هذه كندا، قال لك لا كندا مازال ما قدموش روحهم، راحوا الدوزيام تور ربحوا اسبانيا، قال لك لا اريكي حمار لاعب تاع البارسا وخلى تاع الريال صاحب هذه، ومن بعد البرتغال قال لك لا البرتغال كاين باش يا ودي انا الشيطان ابويا وانتم ما يتمشوها كيما هكا صايك بعدت بعدت. ونتمناو ان شاء الله بربي نهائي المنتخب المغربي، نتمناو النهائي وان شاء الله يا ربي باذن الله النهائي. كاين اللي يقول لك بلي شوبير مالو راه يهدر كيما هاك، يا خويا هذه كرة قدم، هذه كرة قدم، خاطش في بداية الامر الكل واحد يرشح في الارجنتين، واحد يرشح في البرازيل، واحد يرشح في كرواتيا، واحد يرشح في فرنسا، انا شوبير رشح بلد عربي مغربي، ناس يقول لك كيف شوبير دار ولا كيف، ما درت ما والو، انا مازلت جزائري في بلد ديمقراطي نهضر على كرة القدم، يعني باش الدور ولا هذه تاع الدور ولا منا، والناس اللي خرجوا يكلاكسون ولا بدين على المواد شنو نقولوا لهم يقدروا، شوبير جزائري راني نهضر على المنتخب المغربي عربي، هذه هي الحقيقة. كاين بزاف، كاين بزاف اللي ميسرات، كاين بزاف قالوا مالك شوبير ما كان مالي، كاين اللي قالوا لي راك ضد المدرب المنتخب الوطني، يعني انا نقول المغرب المدرب كان قاضب المغرب ووخر ولا ما نهضر على نهضر على بولا، هم يلعبوا بولا صاد سنة، يعني وين الالهام تاعنا وهي بلد عربي، رانا ناصروا في بلد عربي، يعني ماشي قضية انتوما تشوفوا خلاف، انا ما عنديش نشوف خلاف، انا نقولها لكم نبدا نقولها لكم ونعاود، انا يا خاطيني السياسه، انا نهضر على كره القدم سياسه لمواليها، هم الفوقه بيناتهم كل واحد عارف شكاي، حنا نهضر على كره القدم، لو كان جيت راجل سياسي في البرلمان وهاضر وداير كرافاطة وداير كوستيم ونهضر على السياسة بالك، ما نعرفش السياسة، ما نعرفش شا غادي نقول لكم، واحد عيط لي بنا منا قلت له دير السياسة ما عرفت، نكذب عليك ولا غادي يكون كيما يقول لك نقابل واحد نهضر معاه في السياسة غادي نقول له كلمة زوج يعاود لي كلمة هو يعاود عليا كلمة غادي ما نعطيش. المغرب تديكم ديمود ان شاء الله بربي باذن الله، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير
وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، ولو مشي ابوني، دخلي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتكم.